السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم نحضر معكم لو فروماج فري. لو فروماج فري كيفاش نحضروه في المنزل؟ بمقادير بسيطه والطريقه سهله كذلك. المقادير تجدونها مكتوبه في صندوق الوصف. اترككم مع طريقه التحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه لهذا الجبنه للطل احتاج الى 3 لتر من حليب. انا اخذت هنا حليب البقر، ماذا بينا يكون حليب كامل الدسم. احتاج الى نصف كوب او 9 ملاعق كبار من الخل الابيض. احتاج الى ملح رطبه، واحتاج الى هذا البول مع هذا المصفات وهذا الطورشون اللي باش نصفيو فيه الاخر. ابدا نوضعوا الحليب على النار متوسطه حتى بدايه الغليان. عند بدايه الغليان نضيف الان الخل الابيض نصف كوب ونخلطوا تخليطه ونخليو هذا الخليط لمدة من 3 دقائق حتى 5 دقائق حتى تكون هذيك اللي نعيطو لها حنا الكليله يبدا يتجبن يتكون عندنا الجبن. لاحظوا هو بدا يتكون يصفي كاع الماء تاعو. الان ها هو الخليط كي اصبح هكذا نفصل الزبده اللي عم نعيطو لها بالكليله عن الماء، نطفيو عليه ونخليوه يرتاح دقيقتين ونصفيوه. هاو شوفوا الماء، شوفوا الكليله، نصفيو عليه ونخليوه يرتاح لمده دقيقتين ونصفيوه. بعد ما مرت دقيقتين الان نصفيوه، نرفدو هكذا بمصفات ونوضعوه في هذا الصفايه اللي وضعنا فيها هذا قطع من القماش. كنا صفينا ديجا فيها الماسكاربون. هكذا نغسلوها، نعاود نعقموها، نتحيوها في ماء ساخن وننشروها. نخليوها تقطر، نخليوها يقطر، نعاود نوليو لكم. هو دابا بعد ما قطر الان نعملوه في هذا البلاندور، نطحنوه نعملوه في البلاندور. نضيفوا لها القليل من الملح الرطبه، ما نكثروش هذا الفخوماج ماذا بينا ما يكونش مالح بزاف، ونعملوه ينطحن. ولا نجمو نعملو له الباتور ونباطيوه بالباتور. تحصلنا على هذا الجبن. انا ضفت له القليل من الماء اللي قطر منه، ضفت له حوالي ملعقتين. تحصلنا على هذا نعملوه في ديبو، هكذا ديبو ماذا بينا يكونوا صغار، ونخبيوه في الفريغو حتى الغدا ونشوفوه. هذا سي دو فروماج ناتور، هذا يجي وريت لكم هذا لا روسيت سبيسيال. هذا نعملوه لي كريم، لي كريم لي شحال مخترع منا داك كريم في الغاد فيلفات، مع يجي مع الماسكاربون هذا. وكذلك نجمو نتناولوه فخوماج طارتين، نجمو نتناولوه هكذا غير عملت له هنا القليل من الملح، ما يجيش مالح بزاف. ونجمو نكهوه بالثوم غبرة، بلاصيبولات، عدة نكهات نجمو نضيفو له حتى القرقاع. نعملو جبن سبيسيال بالقرقاع. هكذا نعمرو ديبو ونتحيوهم في الفريغو. اول جبن ناتور اللي خدمنا بعد ما مرت عليه ليله كامله، هذا هو القوام تاعو. هذا خليته عادي، هذا ضفت له لاسيبولات وقليل من الفلفل الاسود، وهذا عملت له القرقاع. شوكي رهيبان رهيبان، كشغل فيه حبيبات، هذوك الحبيبات تاع القرقاع. وانتوما واش تحبوا تعملوا، وهذا طبيعي. نجمو نضيفوا حتى الفلفل الاحمر ولا الحر ولا الزعتر ولا نعناع يابس، نمدوا اذواق عديده. الجبن هذا اللي حضرناه نجمو نتناولوه مع فطور الصباح كوجبه نقدموها للافراد العائله. ها هو ماجي الشباب، ماجي يطلع خفا رطب، عملته بنكهات متعدده. وهذا الخبز ملاحظه، هذا الخبز عجناه بمصل الحليب، ما ضيعناش مصل الحليب، عجناه به جاهشي جا شباب الخبز. نتناولوا هذا الجبن مع فطور الصباح مع بيض مسلوق، عسل، زيتون، هذا حضرناه في البيت، زيت الزيتون وعصير الليمون، كذلك هذا خبز التوست او البسكوت. والخبز حضرناه مصل الحليب، ما رميناش حضرنا به الخبز. نتمنى وصفه الجبن تعجبكم وتجربوها، والى فيديو قادم ان شاء الله مع وصفه جديده.